هنا قبلة الحرفيين وأصحاب المهن اليدوية والتراثية في مصر. هنا وتحت مظلة معرض تراثنا تعرض آلاف المنتجات والمشغولات والتي تحمل قيما فنية وثقافية وصنعت جميعها بأيدي المصرية. فعلى أوتار هذا النول الخشبي يغزل سليمان أشكالا مختلفة من منتجات الصوف والحرير وغيرهما، تباع في الأسواق المحلية وتصدر للعديد من دول العالم. ده نوع الفركة، بنصنع منه الطرح وشلان. ده كان من آلاف السنين، يعني أنا ورثه عن أبويا وجدي، كنا بنشتغل حرير بس. حاليا الوضع اختلف تماما، طبعا شغالين في قطن وكتان وصوف وحرير ويعني خامات كتير جدا طبعا. أما هنا فأنواع مختلفة من المشغولات، يحكي كل منها قصة حرفة يدوية عاشت لسنوات طويلة وتوارثتها الأجيال فأصبحت جزءا من التراث المصري. من أول ما يبقى النحاس شريحة لغاية ما نبدأ نطلعه منتج، كل ده بيبقى هاند ميد، مفيهوش أي مكان، مفيش حاجة، مفيش آليات خالص، كلها حاجات يدوي. الحاجات بقى الهاند ميد اللي بتطرق بالإيد. هو حابب الموضوع، اللي عنده طول بال للمجال هو اللي يقدر ينجح في الشغل بتاعه، اللي هو الإزاز. مجرد إحنا بنكسره حتة صغيرة خالص، نبدأ نرسم رسومات عليها، نبدأ نشتغل، نطلع زي أنت شايف اللي عندنا دي كلها. المنتجات اللي هي مستخرجة من النخلة نفسها زي الخوص والعرجوب والحاجات اللي زي كده، معمول منها شنط وشكلها شيك جدا. وإذا كان التسويق أحد أبرز المشكلات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية في مصر، فإن معرض تراثنا بات يمثل برأي الكثيرين فرصة لتسويق آلاف المنتجات محليا وعالميا في وقت تسعى فيه مصر لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على تنمية مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل. أصحاب الحرف بدأوا يفهموا إن في حد مهتم فعلا بيهم، لا ده في حد مهتم بينا، لا ده في طلب على سلعتنا. خلي بال حضرتك إن هذا المعرض وإن كان اليوم بيضم 1500 عارض، لكن تتخيل عدد المعروضات الموجودة والكاميرا شايفاها ومصوراها، عدد المعروضات دي ما فيش فيها منتج مستورد، كلها بيد مصرية، وده شرطنا الأول في دخول أي معارض لهذا المعرض. ويشارك في المعرض هذا العام عارضون من عدة دول عربية من بينها الإمارات والأردن، حيث أصبح تراثنا أكبر تجمع إقليمي لأصحاب الحرف والمتخصصين في فنون المشغولات اليدوية. ياسين الجوهر، سكاي نيوز عربية، القاهرة.